السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم ياسر صاحب القناة إيطاليانو إيبسلون دوي. إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلاقة، فأدعوك للإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس. في هذا الدرس سوف نقوم بتصريف الفعل ماتري في الأزمنة الأكثر استخداما في اللغة الإيطالية، وسأعطيكم بعض الأمثلة. الفيربو ماتري، الفيربو ماتري. ماتري فعل يضع. ماتري أول شيء سوف نقوم به هو تصريف الفعل ماتري في زمن الحاضر. إذن أنا أضع ميتو، ميتو، ميتو أنا أضع ميتو. أنت تضع أو أنت تضعين ميتي، ميتي، ميتي أنت تضع أو أنت تضعين ميتي. هو يضع أو هي تضع ميتي، ميتي، ميتي هو يضع أو هي تضع ميتي. نحن نضع ميتيامو، ميتيامو، ميتيامو نحن نضع ميتيامو. أنتم تضعون ميتيتي، ميتيتي، ميتيتي أنتم تضعون ميتيتي. هم يضعون ميتونو، ميتونو، ميتونو هم يضعون ميتونو. نعيد، ميتو أنا أضع، ميتي أنت تضع أو أنت تضعين، ميتي هو يضع أو هي تضع، ميتيامو نحن نضع، ميتيتي أنتم تضعون، ميتونو هم يضعون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل ميتري في زمن الماضي، في الباساتو بروسيمو. إذن أنا وضعت أوميسو، أوميسو، أوميسو أنا وضعت أوميسو. أنت وضعت أو أنت وضعت أيميسو، أيميسو، أيميسو أنت وضعت أو أنت وضعت أيميسو. هو وضع أو هي وضعت أميسو، أميسو، أميسو هو وضع أو هي وضعت أميسو. نحن وضعنا أبيامو ميسو،
Abbiamo messo. Abbiamo messo. نحن وضعنا. Abbiamo messo. أنتم وضعتم. Avete messo. Avete messo. Avete messo. أنتم وضعتم. Avete messo. هم وضعوا. Hanno messo. Hanno messo. Hanno messo. هم وضعوا. Hanno messo. نعيد. Ho messo. أنا وضعت. Hai messo. أنت وضعت. أو أنت وضعت. Ha messo. هو وضع. أو هي وضعت. Abbiamo messo. نحن وضعنا. Avete messo. أنتم وضعتم. Hanno messo. هم وضعوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل mettere في زمن المستقبل. إذن أنا سأضع. Metterò. 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 أنا سأضع. Metterò. أنت ستضع أو أنت ستضعين. Metterai. 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 أنت ستضع أو أنت ستضعين. Metterai. هو سيضع أو هي ستضع. Metterà. 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 هو سيضع أو هي ستضع. Metterà. نحن سنضع. Metteremo. 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 نحن سنضع. Metteremo. أنتم ستضعون. Metterete. 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 أنتم ستضعون. Metterete. هم سيضعون. Metteranno. 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 هم سيضعون. Metteranno. نعيد. Metterò. أنا سأضع. Metterai. أنت ستضع. Metterà. هو سيضع أو هي ستضع. Metteremo. نحن سنضع. Metterete. أنتم ستضعون. Metteranno. هم سيضعون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل mettere في صيغة الأمر. يعني إذا أردنا أن نأمر ونقول ضع أو فلتضع باللغة الإيطالية metti. 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 ضع أو فلتضع. Metti. أما إذا أردنا أن نأمر ونقول ضعوا أو فلتضعوا باللغة الإيطالية mettete.
متتي متتي ضعوا أو فلتضعوا. متتي إذن متي ضع. متتي ضعوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل mettere في صيغة النهي، يعني إذا أردنا أن نقول لا تضع باللغة الإيطالية non mettere non mettere non mettere لا تضع non mettere. أما إذا أردنا أن نقول لا تضع non mettete non mettete non mettete لا تضع. إذن non mettere لا تضع non mettete لا تضع. لنطبق ما تعلمناه من تصريفات في بعض الأمثلة. المثال الأول metto i libri nello zaino metto i libri nello zaino metto i libri nello zaino أنا أضع الكتب في الحقيبة. metto أنا أضع. هنا صرفنا الفعل mettere في زمن الحاضر. metto i libri الكتب nello zaino في الحقيبة. lo zaino الحقيبة أو حقيبة الظهر. lo zaino metto i libri nello zaino أنا أضع الكتب في الحقيبة. المثال الثاني ho messo i libri nello zaino ho messo i libri nello zaino ho messo i libri nello zaino أنا وضعت الكتب في الحقيبة. ho messo أنا وضعت. هنا صرفنا الفعل mettere في زمن الماضي في الباساتو بروسيمو. ho messo أنا وضعت i libri الكتب nello zaino في الحقيبة. ho messo i libri nello zaino أنا وضعت الكتب في الحقيبة. المثال التالي metterò i libri nello zaino metterò i libri nello zaino metterò i libri nello zaino أنا سأضع الكتب في الحقيبة. metterò أنا سأضع. هنا صرفنا الفعل mettere في زمن المستقبل. metterò أنا سأضع i libri الكتب nello zaino في الحقيبة. metterò i libri nello zaino أنا سأضع الكتب في الحقيبة. المثال التالي metti i libri nello zaino metti i libri nello zaino metti i libri nello zaino ضع الكتب في الحقيبة. metti ضع. هنا صرفنا الفعل mettere في صيغة الأمر. هنا نأمر ضع أو فلتضع metti i libri الكتب nello zaino في الحقيبة. metti i libri nello zaino
ضع الكتب في الحقيبة. المثال التالي: Non mettere i libri nello zaino. Non mettere i libri nello zaino. Non mettere i libri nello zaino. لا تضع الكتب في الحقيبة. Non mettere, لا تضع. هنا صرفنا الفعل mettere في صيغة النهي. لا تضع. Non mettere. I libri, الكتب. Nello zaino, في الحقيبة. Non mettere i libri nello zaino. لا تضع الكتب في الحقيبة. تمرين لكم ستجيبون عليه في التعليق. كيف نقول باللغة الإيطالية؟ أنتم تضعون الكتب في الحقيبة. أنتم وضعتم الكتب في الحقيبة. أنتم ستضعون الكتب في الحقيبة. ضعوا الكتب في الحقيبة. لا تضعوا الكتب في الحقيبة. كيف نقول باللغة الإيطالية؟ أنتم تضعون الكتب في الحقيبة. أنتم وضعتم الكتب في الحقيبة. أنتم ستضعون الكتب في الحقيبة. ضعوا الكتب في الحقيبة. لا تضعوا الكتب في الحقيبة. كيف نقول ذلك باللغة الإيطالية؟ اكتب ذلك في التعليق. إلى هنا نكون قد نهينا درس اليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.